احنا كده عملنا ايه؟ ان هو يبعت رسائل، ناقص بقى ان الادمن اليوزر يشوف رسائل. اليوزر يشوف رسائل، انا عايز الجزء ده بس. طبعا الحته طبعا مش فارقه معايا، انا عندي تلست هو السيرش برضو ولا لازمه ولا جزء لا لازمه، بس عايز دول. والله موضوع الدريت ممكن نعمله، نخلي موضوع صفحة لعرض الرسائل، حلو، وصفحة تانية مش ممكن اخليها بصفحة واحدة مالتي فيو، بدل ما اعمل صفحتين، صفحة لعرض الرسائل ولما بيدوس بيروح لمين؟ لتفاصيل الخبر ده الرسالة دي، سوري صار غلط، يبقى صفحة تانية، بس انا اعمل كام صفحة؟ في مالتي فيو، ماشي ولا صفحتين؟ هنشوف والله اللي ينفع معانا هنشوف هنعمل معاه. تعالى انا عايز بقى الجزء ده دلوقتي، دي صفحة اسمها ميل بوكس. تعالى يا ست الميل بوكس، بيجز ميل بوكس اهي، انا عايز الجزء ده. انت عايز انهي جزء يا عم الحاج؟ قبل ما تبني الجزء ابني الصفحة اللي هتركب فيها، الصفحة اللي هركب فيها مش جوه الادمن بقى، ده اد، ده صفحة يوزر نيو ايتم، وهتقوم ويب فورم مسج، وهتقوم على ماستر بيج، بس بتاعت مين بقى المره دي؟ اليوزر، ده صفحه يوزر مش صفحه ادمن. ايه مش من هنا ليه؟ ماشي خلاص. تعالى بقى هنا، انا عايز الجزء ده من اول الستار دي، مكتوب الكسندريا برايس وانبوكس، يعني من اول انبوكس. تعالى ندور على كلمه انبوكس، فيها 200 كلمة انبوكس اساسا. ميل بوكس 13 نيو مسج، فين 13 نيو مسج؟ اه ده هنا اهي، هي دي باين، هي دي هو الجزء ده. وكل دي الرسائل يا شباب، هو الجزء ده، هو الجزء الفقري ده. تعالى بقى يا عم ايه، ناخده كده كوبي، والديف دي واحطه هنا واشوف، واعمل لي دي رن واشوف ايه اللي هيشتغل. انا لازم اعمل لوجن، السيشن فاضي، هنعمل له ايه ده؟ بقول لك ايه، هوقفها ماستر بيج بتاعت اليوزر، فيو كود مش هي الحته دي صح؟ عايز بس اشوف الشكل، ما يهمنيش دلوقتي اليوزر كام الفاضي. مش وحش صح؟ وسيبك من دول كده كده مش محتاجه، ودلته حلو قوي. ارجع بس بتاعت الماستر، يعني انا عايز اوقفها، كود اللي بيوقف فين هنا؟ اهو، عشان هجربها كتير كتير دلوقتي، فمش كل شويه. حلو، الراجل عايز امسح اول حاجه اللي فوق دول بتاعت السيرش والهيصه اللي فوق دي، فين يا عم؟ ادي شويه الباتون اهو، وده باتون تاني ولا دي لازم، وده ايه؟
شوية باتون برضو ولا ليهم لازمة. واعمل ران. حلو كده. اشيل ايه من السيرش؟ والله انتوا لو عايزين السيرش نخلي سيب، ربنا ينفخ في صورتنا ونبرمجها. حلوه نسيبها، ايه المشكله؟ هو عايز يبحث على حاجه سيبها، بس اصبر. تعال بقى، دول كام واحده؟ وهنمسح اللي تحت دول برضو. الدف ده اتمسح فمالوش لازم. ادي شويه الباتون دول بتوع اللي تحت، ولا الهوا ولا محتاجينهم في حاجه. اللي هم اللي تحت دول ريفريش. كلام كده يا جميل. حلو، تعالى بقى يا برنس، انت اهو عايزين نعمل ايه هنا؟ كام رساله؟ كتير. احنا بنعمل دايما لما بنيجي نشتغل داتا ليست بنعمل ايه؟ بنشتغل على رساله. الرساله ملاحظ ان هي تي ايه؟ تي ار. ادي رساله تاني، بنمسح كله وبنمسك واحده ونشتغل عليها. دي اخر واحده، ده لسه بدري. ماشي، كلام زي الفل. ريفريش، هتلاقي واحدة ما شاء الله. ماشي، تعالى بقى نيجي هنا ننزل داتا ليست. مش شغالين داتا ليست، تقف عليها ديزاين وتربطها بإيه؟ في ده عشان جوه تيبل. طب ماشي، طلعها جوه التيبل وخلص شغلك وربك يسهل وخرجها ورا التيبل. اهو choose data source، new data source، secure data source. تجيب من جدول مين؟ المسج. جدع اهو، في حاجة انت اللي خدت بالك منها هنا؟ بقالها قد ايه؟ كام دقيقة؟ 5 دقايق. انا برضو عايز اعمل الحتة دي. تعملها ازاي؟ انت مش عندك تاريخ، تاريخ الرسالة نطرحها من تاريخ دلوقتي، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ نعملها كده بس، نمشي كده وبعد كده نشوف. نيكست تيست كوير، هنلاقي كام رسالة موجودة؟ 2، عشان هيبقى عدد 2. فينش. حلو، اقف عليها سورس زي ما احنا متعودين. امسح. محتاجين دي عشان نستخدم في كور سترينج. عايز اسالك في حاجه بقى، هنا هيظهر ايه؟ تايتل. طب هنا دي ثابته على فكره، الكلمه دي اللي هي جايه من الادمن، يعني الرساله جايه من الادمن. طب هنا رساله، صح ولا غلط؟ بس مش الرساله كلها. ده بالظبط، واكبر دليل ان لو دوسنا هنا الصفحه مش موجوده طبعا هناك، صح؟ هيدخلك على السلسله كلها. يبقى احنا هنحاول نجيب جزء منها. انت
طب تعالى بقى الداتا سورس دي هاتها كات وارميها بعد الشغل، دايما اتعود كده عشان ما تضربش منك. والداتا ليست اهي بالايتم تمبرتون، هاتهم كات اشتغل هنا. من الواضح ان احنا هنحطها قبل التي ار. انبوت تشيك بوكس تايب عايز اخليه ياخد ايه؟ الايفال اي دي، لا سيبها من موجوده هنا بقى. تي دي كلاس اي اتش ريف يلو ستار، ده بتاع مين؟ بتاع النجمه، بس مش ظاهره. فين بتاع الرسائل النجوم دي؟ بس مش ظاهره عشان هو ايه؟ اصفر. محتاجينها في حاجه؟ ما اعتقدش ان ملهاش لازمه يعني. سعر غلط، سيبك منه. هنا بقى ده العنوان صح؟ اروح رازعه. مش هنا بقى العنوان فين؟ هنا تايت كات، اروح رازعه هنا. حلو، دي كلمه ثابته جايه من الادمن. دي مين؟ ده مين؟ الرسالة اهو. بس هل ينفع اقول كده؟ هنحاول نظبطها. ده ايه؟ الوقت او التاريخ، هخليها انا يظهر التاريخ بالوقت. خلي دلوقتي يظهر من اليوزر نيم والباسورد، احطهم في نوت باد دلوقتي وربنا يسهل لما نحتاجهم يبقى نجيبهم. سيف ريفرش. يا مسهل التعرض زي دي غلط، تعرضت بس طلعت مش بنفس الايه؟ مش بنفس المنظر. طب احنا لو خدنا دي كده تحت التي ار، ولو خدنا دي هنا هيحصل ايه؟ نحاول نجرب بقى ولا اي اندهاش. يبقى نحطها قبل التيبل خالص او قبل الديف ده، ودي كده اهو بعد الديف دي. سيف وريفرش. تمام ولا مش تمام؟ مش تمام. هي المفروض ممكن تتحط هنا اهو، هنا ودي كده كات وتتحط هنا كده ان شاء الله تطلع تمام. تلاقي واحدة صفرا وواحدة بيضة صح؟ كانت بتطلع كده؟ ولا بتطلع بالشكل ده؟ أنا مش فاكر. واحدة واحدة؟ طب احنا لو خدنا الأيتم تمبلت دي هنا والأيتم تمبلت دي خدناه هنا وسيبنا وعملنا ريفريش، تضرب وش ما ينفعش تحط جوه تيبل فعلا. لو اتحطت هنا اتحطت هنا برضه لا مش تنفع. انتوا كنتوا متأكدين واحدة واحدة؟ مش كانت كده؟ واحدة صفرا وواحدة. بس نحاول نشوف يا عم. اه
قادر ايه؟ ايه علاقة الويتس؟ ما بنتكلمش على الويتس، احنا بنتكلم كانت واحدة وواحدة، واحدة صفرا وواحدة بيضاء، واحدة صفرا وواحدة بيضاء. ما بنتكلمش على الويتس. واحنا لما حطينا الايتم تمبلت جوه التي ار هنا نفعت؟ هتضرب بوم. هو التيبل ما يتكررش مع الايتم تمبلت. لو انا حطيت ده كده وسبت الايتم تمبلت هنا ممكن تنفع برضه. سيف ريفريش يا عم كده حلوه. مش بس حتى الصفرة اصفر مع اصفر مش هي عشان ما نضيعش وقت. انا عايز بس اعمل ايه؟ اضيف دول كمان. بص شباب عايز اضيف رسالتين كمان بس. ست رسائل يا عم. ريفرش كده عشان عايز اعرف لما الدنيا تتملي تبقى ايه. كويس دي الرسائل بتاعته. ماشي يا معلم. الراجل بقى المفروض يدوس هنا اهو كده يروح لتفاصيل الرساله دي. وده عنوان وده الرساله اهي بالايه؟ بالتواريخ. وعايزينها في المنتصف. لو قلنا سنتر هنا قفلتها بعد الدف خالص. الدف ده وسيفت وريفرش جات في المنتصف. عايز ان انا اعمل ايه؟ ادوس ده بقى كده يروح مين؟ المفروض كده اجيب ده عن طريق مين؟ لا انا عايز الرساله دي اهي اشوف تفاصيلها. وفي حاجه كمان ثواني بس انتوا ما خدتوش بالكم منها. لا ثواني يا رجاله ما خدتوش بالكم انتوا من حاجة. أنا هبعت رسالة للراجل ده. حلو. الرسالة دي هي دي اللي هبعتها. اتفضل يا عم على أحسن. بوم. الرسالة كلها ظهرانه. المفروض يعني أول شوية. عايزين بقى هاو تو يوز سب سترينج. using a with eval عشان تقطع من جملة عدد حروف معينة. دي حاجة اسمها sub string. دي حاجة اسمها sub string اهي. dot to string dot sub string dot to string dot sub string. بص بقى فين المسج. المسج ايه؟ dot to string dot sub string تفتح قوس قال لك هبدأ من أول حرف ده كام صفر لحد هتبدأ من الأول. تبدأ من الحرف كام؟ من صفر. عايز بقى كام حرف بعد الصفر؟ لا مش ماكس. ما هو ماكس هيجيب كله. مش عايز اجيب كل الرسائل. أقول مثلا 40 حرف. ريفرش. لا يا راجل 40 حرف يا جدعان. اصبروا بوش اصبر. لوكيشن ويزن. خلاص. ماشي مظبوط كده. دوت تو سترينج
convert int to toString. انت دي بتاعتي اهو معلش. ريفرش. index and length must be referred to location within start. شكله كده ايه؟ استنى كده. كده تشتغل. هنجربها بس نشوف. بص كده تشتغل. عارف ليه؟ بس طبعا اللي احنا عملناه ده غلط. لا في حروف، في رسايل عدد حروفها اقل من 40 فيضرب. بس ده لا، احنا مش عايزين كده صح؟ في رسايل عدد حروفها اقل من 40. هو كده جاب 40 اهو. دي كده 40 اللي بيقول لا كتير. دي كده 40 حرف. حرف مش كلمة. المشكلة بقى لو هي هزة من 40 هتضرب منه. تمام يبقى. هنخليه كام طيب؟ اف 30 لو بعت اقل من 30 هيضرب منه. بص هو كاتب كده حاجة اسمها ماس. والله واحد حالي لنفسه مش كاتب لك ماس دوت سب سترينج وزن ايفال ميثود اسمها ايه؟ ماس دوت ميني ايفال. ميني يعني ايه؟ اقل. اقل عدد 5. المهم طب ماشي يبقى نشوف موضوع ال 40. مش هيفرق دلوقتي. المفروض لو داس على دي يروح لمين؟ فيها ايه؟ يلاقي رسالة كاملة بقى. خلاص؟ سيف. احنا هنا فين؟ عايز بقى انتوا كنتوا عملناها في موضوع الاخبار وموضوع الديبارتمنت. كنا بنعمل ايه؟ انت بتدوس على مين؟ على عنوان. مين اللي بيميز رسالة عن الاخرى؟ لا يا عم، الرسالة عن الاخرى. انا يا محمد انت دخلت دلوقتي لقيت رسايلك اهي، عايز اقرا دي. مين اللي بيميز رسالة عن الاخرى؟ الاي دي بتاعها. فازاي اخد الاي دي واشتغل بيه في صفحة تانية؟ كويري سترينج اهو كنا بنعملها هنا في الاتش ريف دي. وسيف زي ما كنا عاملينها بالظبط. هجيبها لكم. كنا عاملينها في الاخبار اهو اهي. هي هو ده الكوري سترينج. سترينج ودوت فورمات الصفحة اللي هيروح لها. بعد كده اسم الحقل اللي انت شغال عليه اهو. الصفحة اللي هيروح لها اسمها ايه؟ لسه ما عملناهاش. كليك يمين اد نيو ايتم ويب فورم مسج ديتيلز ماستر بيج يوزر اوك. يبقى الصفحة اللي هيروح لها اسمها ايه؟ يا شباب مسج ديتيلز. اخدها كوبي واجي هنا ارميها يساوي زيرو. ده بيتسمى ايه؟ لا ده الاسم الكوري سترينج ام اي دي. هياخده منين؟ من الديبارتمنت انه ولا من الاي دي بتاع الرساله اهو. بس ايفال تايب سيف. وتعالى نجرب ونعمل ريفرش ودوس على دي كده. يبقى واحد اتنين كام؟ هتلاقي فوق هنا مكتوب كام؟ شايفينها؟ الرسالة رقم 3. وطبعا لسه ما جابش التفاصيل عشان لسه ما اشتغلناش. خلاص الكوري سترينج اسمه ايه؟ ام اي دي. تعالى بقى للصفحة دي. بسيطة جدا الحركة دي بقى. اهو تيجي هنا اهو هتنزل داتا ليست. داتا ليست
برضه والله عايز تاخدها بنفس التفصيلة دي والدفات والحاجات دي، بس هجيب كده كده واحدة بس وهيبقى شكلها حلو. اخدها لك كوبي. ايه هقول لك، ما كده كده هيجيب رسالة واحدة، مش تدوست على واحدة بس من غير الاتش ريف دي خالص. ولا من غير موضوع الايه؟ الساب سترينج، صح؟ عشان ده يجيبها كامله. طيب الاس كده دي هتتعدل فيها اهي، ولا من غير التشيك بوكس؟ في حاجات كتير ملهاش اي لازمه، دي بقى هيتعدل فيها. تشوز ذا سورس زي ما انت شغال نيكست، وخدت اليوزر بس وير بقى شرط على مين؟ على الاي دي يساوي كويري ايه؟ كان اسمه ايه؟ وروح ده اسات اوكي نيكست فينش. قال انت عايز تغير ستايل التمبل، تقول له لا سيبها زي ما هي. ريفرش ريفرش ريفرش. طبعا ده عارف بتاع ايه؟ لعب اوف لاين، مش عايز اعمل ريفرش يبقى خلاص شغل تاني. اما تدور على لعب اوف لاين مش موجود. فين المسج اهي؟ دوس على دي كده، فتحت الرسالة كلها. مش عاجبك الشكل ان هو عامل اعمدة والكلام ده كله؟ لا انا عايز هاي فوق والتاريخ وتحتها ايه؟ الرسالة. مفيش مشكلة، هتلاقي الديف بتاع الكولوم اهو، ده ديف التيبل اساسي، بس انا عايز ديف الكولوم ده، ده ديف الكولوم هو ده اللي بيقسمها الاعمدة. سيف وريفريش. انا من الواضح ان الجزء ده ملوش اي لازمة بتاعت الانبوكس والكلام ده خالص، كل ده ولا يعني لي بأي شيء. سيف، اظبط كشكل بس. ماشي وشيلنا ده وشيلنا ده، ده كده هيخليها صفرة على صفرة. لا انا بقى كده هو عايز ايه؟ اعملها خلايا. لا انا مش عايز اعملها خلايا، عشان هو عاملها جوه ايه؟ تي دي. اروح قايل التي دي فاضية ولا ايه دي؟ قفلتها فين دي؟ شيلها كده ماشي. انا بقى اخلي كل واحد في صف، دي تي ار يقفل التي ار، وافتح تي ار للرساله واقفل تي ار. تي ار بعد كده بتاع الاتاتشمنت ملوش اي لازمه، بتاع الديت افتح له تي ار، وبتاع الديت يجي في الاول، يجي تحت التايتل، وسيف وريفرش كده كلهم تحت بعض. بس دي كده هتبقى ايه؟ اشيك بكتير. دوس على دي رقم 5 طبعا عشان هو كل الرسائل واحده، بس ناقص ان هو بعد ما يدخل يلاقي ايه؟ كام رساله ناقصاه؟ كام رسالة؟ الساعة كام؟ لسه 12 دقيقة. نوقف الفيديو ده.